30 سنه بشتغل في الشغله دي. بحب قوي اعمل الزينه بتاعت رمضان لانها بتفرح الناس، بتحب قوي تبقى عاملها لانها بتفرح الناس وبعدين بهجه كمان. خلاص انا اتعودت عليها وتعودت ان انا بشوف الفرحه في عينين الناس اللي بتيجي تاخد مني الشغل، اذا كان تفرنس كانت واحده ست او واحد عايز يفرح ولاده فبيجي يحط لهم الزينه. حاليا احنا نعتبر الدنيا مش حلوه قوي، فالناس فرع زينه ب 10 جنيه بيفرح بيه طفله او بيفرح بيه بيت، فكده يعني بيبقى احسن بالنسبه لهم. لما يجي الموسم اللي جاي تبقى عندك شغل كافي، لان احنا اكتريت دلوقتي بنشتغل جمله زي ما انت فاهم. شفت في ناس بتيجي تاخد بالميات وبالالوف وكده يعني، فلازم يبقى انا عندي الكميه الكافيه اللي تكفيني بحيث ان انا ابقى دايما مستعده. وبعدين احنا كمان بنبتدي الورق ده في اي وقت عشان كمان بيدخل علينا موسم الطيارات، ففي انواع من الورق ده بتنفع دي للطياره زي الابيض مثلا او الاسود الساده، الحاجات دي بتنفع في رمضان وبتنفع في ايام الطيارات، ففي الحالتين انت ما بتبطلش شغل وكل مدى الشغل بيبقى احسن. المتر بجنيه، الفرع بيبقى 10 متر ب 10 جنيه على طول، وفي فرع تاني بيبقى 25 جنيه اللي هو 25 متر، ما بيزيدش عن كده يعني. هي في بره بتبقى زيادات بس احنا بالنسبه لنا لا، لان انت بتشتغل من بدري قوي فانت قادر تتحكم في السعر اللي في ايدك.